الأولى إلى الشام، النبيان بطوايا هنكنسا. واي بيبي كان صلى الله عليه وسلم نبيان ريم وننفو صلاة الأربعين في صغره أوايا ببلفو يرعان ونما أيرون قول لأهل المكة يا مكرم رمسا بأجراتي لغر كوري يعيش منها كورا بولا تالا دنفويا اسنين ابن صبا. ولما بلغ التاسعة وقت لن نبيا يوما وابر يوما من عمره يا يوما بوا شافر إلى الشام نبويا عن كنسا مع أمه أبي طالب مع نسا ملا أبي طالب بتجارة نتلبو. هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.